السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبمشكله جديده بلعبه تراك سيميليتر التيميت وبلعبه بس سيميليتر التيميت، لعبه الشاحنات والباصات، بتعرفوها لشركه زوكس. طبعا يا جماعه الخير، اللعبتين حاليا فيه مشكله بقسم الاونلاين، يعني وقت تدخل على قسم الاونلاين بتلاقي بيظهر لك انه لازم تضيف حسابك او تسجل دخول او تعمل حساب جديد. فمع الاسف صار عملنا اكثر من حساب ودخلت حساب كثير وكذا، بس مع الاسف ما بتفتح اللعبه بقسم الاونلاين. طبعا هي المشكله يا جماعه الخير مشكله مؤقته، في مشكلة غالبا بالسيرفر او في ضغط عليه، فمشان هيك صار في هاي المشكلة. طبعا ان شاء الله يعني خلال الساعات القادمة او بخلال يمكن اليوم او بكرة بالكتير راح تنحل المشكلة، وطبعا بس من انحلت راح اخبركم ان شاء الله. طبعا يا جماعة انصحكم لا حدا يمسح اللعبة، لا حدا يحذف بيانات الجوال تبعه، مثلا يدخل على الاعدادات تبعه مثلا يحذف الذاكرة المؤقتة او الذاكرة الكلية او يعني تبع اللعبة، عرفتوا كيف؟ لا بلعبة الباصات ولا بلعبة الشاحنات مشان ما يروح البيانات تبعك، لاني هاي الشغلة ما لها علاقة باللعبة عندك ابدا. المشكلة هي اساسية موجودة بالسيرفر الاونلاين تبع الشركة نفسه، عرفتوا كيف؟ فلا تعمل حساب جديد ولا تحذف اللعبة ولا تحذف البيانات ولا تعمل شيء ابدا، حتى لو شغلت في بي ان ما راح يمشي الحال. انتظر خلال الساعات القادمة اذا كان صار في حل جديد ان شاء الله راح انزل لكم مقطع وما راح اقصر معكم. مثل ما شفتوا هدول هن المشاكل اللي صايرة قدامكم. طبعا يعني مثل ما قلنا لكم يمكن يكون في ضغط، يمكن يكون في خربطة او في تحديث ضخم اجعل الطريق، فمشان هيك صارت هالمشكلة هاي. طبعا المشكلة صايرة من امبارح بالليل، كنا بالبث مباشر ربنا ندخل على اللعبة بالبث مباشر، بس مع الاسف ما انفتحت، فقلنا لحالنا بركي تنحل اليوم ولحد الان ما انحلت. اذا انحلت ان شاء الله بخبركم. والله يا جماعه الخير بتمنى لكم لا تقصروا معنا، وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد. بشوفكم بامان الله وسلام.